بني سويف. مشاهدينا اتحول بكم الى الاقصر وزميلنا حجاج سلامه يطلعنا على تفاصيل المشهد اكتر. حجاج برحب بيك والتفاصيل عندك، اتفضل. اهلا بيك استاذ شريف، دعني ابدا من حيث بدا تزايد او تضاعف اعداد الناخبين والناخبات الذين يفدون الى اللجان الانتخابيه للادلاء باصواتهم. نحن نتحدث حتى تلك اللحظه عن قرابه نسبه حضور تصل الى 30% في بعض المناطق مثل الاقالتا، البعيرات، العشي، الحبيل، الرزيقات. نتحدث عن ما بين 10 إلى 12% نسبة حضور داخل اللجان الواقعة في داخل المدن، أي أن القرى إلى تلك اللحظة هي من تتصدر المشهد الانتخابي في الأقصر. أيضا المرأة تتصدر المشهد في تقدمها لنسبة الحضور إلى تلك اللحظة، ونحن نقترب من ربع اليوم، من الربع الأخير من اليوم الأول في جولة الإعادة في محافظة الأقصر. نستطيع أن نؤكد أن أجهزة الأمن استطاعت أن يعبر هذا اليوم بسلام برغم الكثير من الشائعات التي كانت تسعى لبث الفتنة بين مسلمين ومسيحيون هنا في إطار المنافسة الانتخابية بين مرشح قبطي وآخر مسلم. أيضا حملة المرشحين كانت تتحلى بروح وطنية كبيرة. نشير إلى ما رصده بعض المتابعون والذي رأيناه بأعيننا من وجود نقل جماعي للناخبين. هناك حديث عن شراء أصوات، عن توجيه ناخبين في المريس، في الضبعية، في أيضا بعض لجان مدينة الأقصر. لا يزال محافظ الأقصر محمد بدر يقوم بجولة واسعة في المحافظة، يتبعه اللواء عصام الحملي مدير الأمن. هناك حالة من الاستنفار الأمني التي تستهدف الوصول بنهاية اليوم إلى معركة انتخابية نزيهة ودون أي مخالفات كبيرة قد تعكر صفوها. كان هناك أيضا حديث عن وجود مشاجرة في إحدى اللجان الانتخابية بالأرمنت، لكن هذا الأمر نفاه رئيس مدينة أرمنت وأكد أن هناك مشاجرة كانت داخل مسجد وبعيدة عن أماكن أو المقار الانتخابية في المدينة. الأوضاع إلى هذا الحين هادئة، لكن اللافت هو بدء توافد الناخبين بكثرة ربما ضعف ما كان في بداية اليوم. إليك أستاذ شريف. شكرا لك حجاج سلامة من الأقصر، شكرا على التفاصيل. وإلى البحر الأحمر أتحول بكم مشاهدينا وزميلنا عمرو عبد الحميد يطلعنا على تفاصيل المشهد حتى هذه اللحظة. عمرو أنا برحب بيك والتفاصيل عندك، تفضل. نعم مساء الخير شريف، يعني ما زلت حتى هذه اللحظة في مدرسة الشهيد حسن كامل الإعدادية. يعني ربما المشهد لم يتغير كثيرا منذ الصباح الباكر وحتى هذه اللحظة، لكن عموما مدينة الغردقة يعني هي مدينة ساحلية ومصيف لكثير من المواطنين هنا. المواطنون معروف عنهم أنهم لا يبدأون في النزول إلا يعني في ساعات الليل. عموما المشهد هنا يختلف تماما عن المشهد في يعني منطقة حلايب وشلاتين. يعني كما أكد لي محافظ البحر الأحمر في لقاء معه اللواء أحمد عبد الله عن منطقة حلايب وشلاتين أنها يعني نسبة المواطنين الذين ذهبوا للانتخاب هناك يعني تعتبر أعداد كثيفة متواجدة هناك في منطقة حلايب وشلاتين، وذلك يعود السبب لأن الحكومة قد ركزت في العديد من المشروعات هناك التي يشعر بها المواطن. أيضا بعض المصادر يعني أشارت إلى أن هنالك رؤساء لجان في حلايب وشلاتين يعني يستعينون بموظفين يجيدون لغة الليجا لمساعدة السكان هناك بالإدلاء بأصواتهم. يعني هم في الأغلب من سكان الوديان الجبلية. لغة الليجا هذه شريف هي لغة السكان المحليين في منطقة الوادي الجديد، هي لغة غير مقروءة ولا غير مكتوبة، هي فقط لغة شفوية. هنالك بعض السكان هناك في منطقة حلايب وشلاتين لا يجيدون العربية، لذلك استعان بعض رؤساء اللجان
يعني مساعدين يجيدون هذه اللغة لمساعدة الناخبين هناك ويعني إعطائهم المعلومات حول العملية الانتخابية. يعني حتى هذه اللحظة تسير الأمور بشكل هادئ كما توضح الصورة من خلف شريف، يعني وسنوافيكم بباقي التفاصيل لاحقا. وعودة لك في الاستوديو عمرو عبد الحميد من البحر الأحمر، شكرا على كل التفاصيل. أتحول بكم مشاهدينا من البحر الأحمر لازمنا أشرف سويلم من الصف وهيطلعنا على تفاصيل المشهد أكتر عنده. أشرف أنا برحب بيك والتفاصيل عندك، تفضل. تحياتي شريف. يعني ربما كانت انتخابات الإعادة في مركز الصف محيرة ومثيرة أيضا اليوم خلال جولة الإعادة على مستوى 34 مقر انتخابي و94 لجنة فرعية في مركز الصف. من لهم حق التصويت 216 ألف ناخب، صوت منهم في المرحلة السابقة 64 ألف ناخب. الآن في جولة الإعادة أربع مرشحين. أنا أتحدث أن جولة الإعادة اليوم كانت محيرة ومثيرة، لأن الساعات الثلاثة الأولى كانت عملية التصويت في جميع المقرات واللجان في مركز الصف متأرجحة ومتذبذبة ما بين متوسط وضعيف في التصويت. وطبعا كان موقف المرشحين الأربعة كان غامض خلال الساعات الثلاثة الأولى. بعد الثانية عشرة ظهرا وحتى اللحظة التي أتحدث فيها ربما انقلبت الموازين تماما وفقا يعني لحسابات وتوازنات وتربيطات عائلية هنا في مركز الصف. طبعا هناك أو توجد منطقتين في مركز الصف يعني حسمت فيهم الكتلة التصويتية الكبيرة الانتخابات لصالح مرشحين بعينهما، وهي قرية الشوبك وهي قوتها التصويتية 27 ألف صوت، صوت فيها اليوم 11 ألف ناخب لمرشحين بعينهما. وأيضا منطقة العرب وهي عرصار بحري وقبلي وعرب العييدة، هذه المنطقة أيضا كتلتها التصويتية 18 ألف صوت، صوت فيها اليوم 8 ألاف ناخب لصالح نفس المرشحين. بينما جاءت بقية اللجان الانتخابية في الصف ربما تصويتها يعني المدينة مدينة الصف نفسها ومناطق أخرى مثل منطقة الصف البلد الودي الدسمي الأخصاص، هذه المناطق المتبقية في الصف ربما كان فيها بنسبة 10% لصالح المرشحين الأربعة بعينهم، ولكن كتلة التصويتية الكبيرة في كل من قرية الشوبك ومنطقة العرب ربما حسمت في اليوم الأول نسبة كبيرة من التصويت لصالح مرشحين بعينهما لا نريد أن نذكرهم هم الآن. طبعا كان في الحزب الوفد هنا كان في مؤتمر كبير جدا قبل الجولة الأولى من الانتخابات بقيادة الدكتور سيد بدوي، ربما هذا المؤتمر حسب استطلاعات الرأي من عينات عشوائية من المواطنين كان له صدى كبير لدى المواطنين في التعاطف مع مرشح حزب الوفد. ولكن شريف دعنا لا نريد أن نستبق الأحداث، ولكن التصويت هنا في الصف ارتفع بشكل كبير في منطقتين، ما زال متوسط في بقية المناطق، لكن هاتين المنطقتين ربما كتلتهما تصويتية كبيرة وحسمت حتى الآن في اليوم الأول نسبة كبيرة لصالح مرشحين بعينهما على حساب المرشحين الآخرين. وربما غدا بإذن لا يعني ربما حسب التوقعات أن تكون هناك عملية تصويت ربما تتشابه فيها الإعادة مع المرحلة الأولى بقرابة حوالي 32%، ولكن الحسابات مختلفة هذه المرة. التصويت هنا حسب التوازنات وحسابات بعينها في التربيطات العائلية ذهبت إلى مرشحين بعينهما على حساب مرشحين آخرين، ويعني ننتظر الساعات الأخيرة اليوم في اليوم الأول لنرى ماذا سيحدث أيضا من مفاجآت هنا في مركز الصف. نعم شريف، شكرا ليك أشرف سويلم من الصف، شكرا على كل التفاصيل.